أهلا بكم. لماذا يستمر الخراب والدمار في الموصل رغم مضي 3 سنوات على انتهاء المعارك؟ لماذا تفرض الإتاوات على أهالي الموصل من قبل الميليشيات ومكاتبها الاقتصادية؟ هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت في بيان لها أن 3 سنوات مرت على انتهاء معارك الموصل ومعظم المدينة لا يزال يعاني من الخراب والدمار، بينما يؤكد نواب سابقون في الحكومة أن الوضع في الموصل مأساوي والميليشيات تفرض إتاوات على الشركات والتجار في الموصل بنسب تتراوح ما بين 6% إلى 10% بمكاتبها الاقتصادية التي تستغل اقتصاد المدينة. وكالة فرانس بريس تقول إن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم وصول 30 مليار دولار تعهدت الجهات المانحة بتقديمها إلى العراق خلال مؤتمر الكويت عام 2018، بينما كشف المجلس النرويجي للاجئين أن أكثر من 277,500 من أهالي الموصل لا زالوا نازحين رغم مرور 3 أعوام على استعادة المدينة. يدفع ذلك للتساؤل إلى أي مدى كان تدمير الموصل أحد الأهداف للمشروع التغيير الديموغرافي أو لمشروع التغيير الديموغرافي. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب بقاء الموصل تحت الدمار والخراب واستنزافها اقتصاديا، فلنشاهد بداية هذا التقرير. 3 عجاف رافقها الخوف والجوع والتشريد، تلك هي سنين مدينة نينوى على الرغم من إعلان السلطات الحكومية في العراق استعادة السيطرة على المدينة من تنظيم داعش، لكن الموصل الحدباء لا تزال كيوم تدميرها، تبدو وكأنها تلة ضخمة من الأنقاض كما وصفتها وكالة فرانس بريس. المشهد في الموصل بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق لا يزال كما هو، حيث الخراب والدمار مع انتهاء المعركة واحتفاء أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها بما سموه بالتحرير. وأشارت الهيئة إلى أن الممارسات الإرهابية في الموصل ما زالت تطال أبناءها من قتل وتخييب وتشريد وتهجير، فيما لا تزال المنازل والمساجد والمنشآت المهدمة لم يرفع ركامها ولم تستخرج جثث المدنيين من تحت الأنقاض. مع هذا الوضع المأساوي للمدينة، فإن الميليشيات تزيد في الطين بلة من خلال فرض الإتاوات على الشركات والتجار في الموصل، وتبتز المستثمرين عبر انتزاع إتاوات بنسب تتراوح ما بين 6% إلى 10% بمكاتبها الاقتصادية التي تستغل اقتصاد المدينة، بحسب النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نور العبد ربو. إعادة الإعمار التي تباطأت بشكل كبير كانت جراء عمليات الفساد على حد وصف وكالة فرانس بريس التي قالت إن هذا الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة لعدم وصول 30 مليار دولار تعهدت الجهات المانحة بتقديمها للعراق خلال مؤتمر الكويت عام 2018. المجلس النرويجي للاجئين كشف عن أن أكثر من 277,506 من أهالي الموصل لا زالوا نازحين رغم مرور 3 أعوام على استعادة المدينة. الحكومة وميليشياتها التابعة لإيران تسعى إلى عدم فتح ملف النازحين من الموصل وغيرها لتحقيق أجندات ترمي للتغيير الديموغرافي مع ما يعانيه نحو 1,400,000 نازح في العراق من التشرد وصعوبة أوضاعهم الإنسانية بحسب المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً سيسيليا خامينيز دماري. لا يزال سكان مدينة الموصل يشكون استمرار إهمال الجهات الحكومية لمناطقهم المدمرة وإهمال أوضاعهم المعيشية الصعبة، فضلاً عن عدم تعويضهم عما حل بهم وبمنازلهم من دمار. أما من كانوا سبباً في قتل نحو 40,000 من سكان الموصل بحسب صحيفة إنديبندنت البريطانية وتدمير 90% من البنية التحتية للمدينة، فضلا عن تشريد واعتقال مئات الآلاف، فهم مازالوا أحرارا يمارسون المزيد من الجرائم، وأن محرري الموصل كانوا وحوشا لأبطال وفق توصيف مجلة ديرشبيغل الألبانية. أرحب بضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك أستاذ حسين. أرحب بالأستاذ زياد السنجري الكاتب والصحفي العراقي، انضم معنا عبر سكايب من فيينا. أستاذ زياد السنجري مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأرحب أيضا بالأستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، ينضم معنا من عمان. أستاذ إياد مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي وبضيوفك الكرام.
أهلا بضيوفي الكرام، أبدأ معك أستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني المشهد في الموصل لا يزال كما هو، الخراب والدمار، البنى التحتية المحطمة مع انتهاء المعارك ومر عليها أكثر من 3 سنوات، واحتفاء أحزاب السلطة والميليشيات أيضا واحتفالهم بمناسبة التحرير. يعني الآن المشهد في الموصل يعني هو رديف لموضوع التجاهل الحكومي للمدينة، لماذا هذا التجاهل؟ يعني احنا اذا عرفنا البدايات راح نعرف النهايات والنتائج. منذ البدايه كان هناك نهجا حكوميا لتجاهل مدينه الموصل واقصائها منذ 2003 الى عام 2014. عندما ادخل تنظيم داعش الى المدينه وحصل ما حصل، لاحظ انه الحكومه لم تحاسب احد ولم تعاقب احد ولم تشكل مجالس تحقيقيه. هذه تعتبر وفق المفهوم العسكري يعني خيانة، أنه جنرالات ينسحبون ويرتدون الملابس المدنية ويسلمون مدينة إلى 300 مقاتل بينما هي آلاف من المقاتلين، ولم تجرى أي محاكمات عادلة ضد هؤلاء. كل عمل عسكري يحدث وغض طرف من القوى السياسية أو من النظام السياسي معناه هناك تواطؤ. القيادة السياسية في تلك الفترة غضت الطرف كامل عما جرى ولم تحاسب أي مسؤول عسكري عما جرى، هذا معناه هناك تواطؤ ما بين هذه القيادة وهذه القيادة الميدانية للمدينة. عندما بدأت المعارك بعد 2015، بدأت 2016 إلى أن انتهت، لاحظ ما الذي حصل. استخدمت الحكومة وقوات تحالف الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الثقيلة لا تستخدم إلا إلى أرض محروقة، إلا إلى عدو كبير. يعني إحنا ما دخلنا حرب عالمية مع ألمانيا كما حصل أو مع ستالينغراد في روسيا، هي مجموعة منظمة إرهابية سيطرت على المدينة. لا يمكن استخدام هذه الأسلحة بأي حال من الأحوال، لا وفق قانون دولي ولا قانون عسكري ولا أعراف يعني عسكري إطلاقا لا يمكن استخدام. تستخدم الأسلحة البسيطة الخفيفة والأسلحة المتوسطة. لاحظ دمرت المدينة، دمرت البنية التحتية، المستشفيات مجرد استهداف المستشفيات، حتى لو كانت هذه المدينة كلها عدو لا يمكن استهداف المستشفيات لأنها تعتبر جريمة ضد الإنسانية. استهدفت 12 مستشفى داخل المدينة، جسور 5 دمرت، 4 جسور. الجسور ما تدمر بأسلحة متوسطة بل بقصف جوي صاروخي. كل هذا الدمار الذي حصل مقابل موجود أن هناك منظمة إرهابية سيطرت على المدينة. هذا خلينا نعود شيئا ما، أن هناك نهجا وهناك ترتيبا لتدمير المدينة مبيت، ولكن استخدام داعش كمبرر وكحجة لتدمير المدينة توفرت هذه الحجة. سألتني لماذا التجاهل الحكومي بعد 3 سنوات؟ إذا كان الحكومة لم تحاسب من أدخل داعش إلى المدينة ودمرت البنية التحتية ولا تسمح لأي صوت يتكلم خارج مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، تتصور أن هذه الحكومة ستقوم ببناء وإعادة ترتيب البنى التحتية؟ هذا من المستحيل، نستبعد ذلك، لأنه النهج الطائفي للحكومة لا يمكن يخلينا أن نعول عليها بأنه ستعيد بناء مدينة الموصل. الفساد اللي موجود داخل الحكومة سواء المحلية أم المركزية يخلينا نطمئن بأنه لا عودة لبناء البنى التحتية، ولا يمكن أن تبنى وفق ما موجود على الأرض من فساد ومن نهج طائفي. اسمح لي أن أرحب بالأستاذ زياد السنجري الكاتب والصحفي العراقي. أستاذ زياد مرة أخرى مرحبا بك، هل هناك نهج مبيت فعلا لتدمير المدينة؟ والدليل على ذلك إذا كان هناك عمليات تحرير فعلا 3 سنوات والمدينة مدمرة والخراب يعم الجزء الأعظم من مدينة الموصل. نعم عزيزي دكتور سمير، تحياتي لك ولمشاهديك الكرام ولضيفيك الكريمين الأستاذ حسين سبعاوي والأستاذ الفاضل آيات العناس. الحقيقة ما تفضلت به هو واقع حال، وهو أن الحكومة غير جادة في تغيير واقع هذه المدينة ولأسباب جيوسياسية. هناك أسباب على الأرض وهناك أسباب قرارات تتخذ من خارج العراق في مسألة ما يخص مدينة الموصل وإعادة الإعمار، حيث يعتبر القرار الحالي في داخل العراق بأن المرحلة الثانية لتدمير هذه المدينة قد بدأ بالفعل، وهناك نهج متبع في مدينة الموصل بعد انتهاء العمليات العسكرية التي دمرت البنى التحتية والمصانع والمعامل والجسور والمستوصفات والجامعات والمعاهد
وهنا نتحدث عن أسواق وعن شهداء و40 ألف شهيد و13 ألف منزل، والمدينة القديمة مدمرة بالكامل، أسواق برمتها ذهبت. هنا تبدأ المرحلة الثانية، والمرحلة هي الاستكمالية للمرحلة الأولى، مرحلة التدمير، وهو تدمير الإنسان في داخل هذه المدينة. سيدي الفاضل، هل تعلم بأن رئيس صندوق إعمار مدينة الموصل هو من خارج مدينة الموصل، شخص من خارج مدينة الموصل، ولأنه من حصة الحلبوسي، من حصة الحلبوسي، وعليه أن يعين شخص من خارج مدينة الموصل تابع له. وتخيل، هنا نتحدث عن مؤتمر إعادة إعمار الكويت. الكويت والمانحين في الكويت لمن يهبون الأموال والمليارات؟ لهذه الحكومة السارقة الفاسدة أو الحكومات التي سبقتها؟ الإمارات تريد بناء الجامع النوري كما تعهدت منذ 3 سنوات، وتريد إعادة إعمار هذا الجامع، ولكن هل تستطيع بناء جامع النوري؟ نعم، لديها كل الإمكانات، ولكن لا تستطيع كون الميليشيات تريد نسب. أما ما تفضلتم به من 6 إلى 10% فهذا جيد. أعتقد أن النسب تصل إلى 20، 15 أو 20% من أي مشروع أو أي عقد يتم عقده في داخل مدينة الموصل، أو منحه إلى أي جهة أو إلى أي مقاول. هل تعلم سيدي الفاضل بأن المطار الوحيد في مدينة الموصل مهدم، ومن يأتي من خارج العراق عليه أن ينزل في بغداد ويتفاوض مع الميليشيات، أو ينزل أن يتفاوض مع الإقليم والأحزاب التي في الإقليم حتى يستطيع أن يمر إلى مدينة الموصل أو يقدم المساعدة؟ إذا هي عملية استكمالية لما جرى الحقيقة من عمليات ما بين قوسين تحرير مدينة الموصل، وهو تدمير مدينة الموصل. هناك الآلة العسكرية أخذت دورها، واليوم القرار السياسي في داخل العراق أخذ دوره، ولربما هناك مناطق أخرى مشابهة، ولكن ليس كمدينة الموصل، مثل جرف الصخر في محافظة بابل، حيث أن القرار من خارج العراق. وكذلك القرار في إعادة إعمار مدينة الموصل هو من خارج العراق أيضا، كون هذه المدينة تمثل عقدة تاريخية للنظام الإيراني أو النظام الصفوي الموجود للأسف الشديد. وهناك عقدة كبيرة يعانون منها، ويستذكرون حصار نادر شاه لمدينة الموصل، وكما يستذكرون الحرب العراقية الإيرانية والتي قدم بها أبناء مدينة الموصل الغالي والنفيس، وبذلوا الدماء من أجل كل المحافظات العراقية وكل أبناء العراق بسنتهم وشيعتهم وكردهم، حيث دافع أبناء مدينة الموصل وزادوا عن ثرى العراق بكل ما يستطيعون، وقالوا كلمتهم. وهذه عقدة كبيرة للنظام الإيراني الذي لا يريد إعادة إعمار مدينة الموصل. ولو ذهبنا قليلا أبعد قبل العقود في سنة 1991، حيث دمر العراق بالكامل، ولكن كان هناك إرادة سياسية لإعادة الإعمار، وتم إعادة أكثر من 90% من البنى التحتية المدمرة نتيجة الغزو الأمريكي الثلاثيني. 3 شهور. نعم نعم وهناك جسور مطابقين في بغداد بني خلال أشهر قليلة جدا. إذا هناك إرادة، اليوم لا توجد هذه الإرادة السياسية لإعادة إعمار مدينة الموصل ومحافظة. نعم أستاذ زياد، ابقى معي لو سمحت، ورحب بالأستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، ينضم معنا من عمان. أستاذ إياد، يعني هناك أسباب جيوسياسية تحول دون إعمار مدينة الموصل الكثير، طبعا مثل ما تحدث الأستاذ زياد السنجري، وأيضا وكالة فرانس بريس تقول إن عمليات الفساد أو الفساد هو السبب الرئيس في عدم وصول 30 مليار دولار إلى التي كانت من المفترض من الجهات المانحة المخصصة لإعمار مدينة الموصل بالمؤتمر الذي عقد في الكويت عام 2018. يعني السؤال هنا يدفعنا، يعني مع الأجوبة التي طرحها ضيفاي الكريمان، نتساءل عن النظام في العراق والحكومات المتعاقبة فيه. إذا كانت يعني إعلاميا تتهم الحكومات وعلى الأرض أيضا، وكل المؤشرات والدلائل تشير، وحتى تقارير المنظمات المختصة تشير إلى عمليات الفساد الكبيرة، إذا لماذا تدوم هذه الحكومات أو نصبها الأمريكيون إذا كانت تتهم بالفساد وتتهم بإبادة مدينة بالكامل وتدميرها وعدم إعمارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
وأسعد الله أوقاتكم وتحياتي لك ولجميع أخواننا وضيوفنا الكرام. أنا الحقيقة هنا أشير إلى ملمح أساسي، يعني من الملامح التي تتصف به العملية السياسية القائمة الآن في بغداد، وهي الفساد السياسي والاقتصادي الذي أصبح معلما أساسيا ويشار له في بغداد وفي باقي محافظات العراق. القضية أن هذه الحكومات التي تلت الاحتلال هي حكومات مدعومة من قبل الاحتلال الأمريكي ومساندة من قبل المشروع الإيراني الذي يعني يتفق مع واشنطن في موضوع سياسة التقادم وعملية مسألة النفوذ على المساحة التي تسيطر عليها وتهيمن عليها كل من واشنطن وإيران. هنا أقول الحقيقة من الأمور التي يعني سلط الضوء عليها دائما أنه عملية عدم وجود آلية ووجود يعني حقيقة اندفاع لعملية إعمار المدينة بسبب وجود مشروع، وهذا المشروع مشروع واضح للمعالم أنه لا يسمح بتطوير المدينة وإعادة بنيتها. لماذا؟ لأنه نحن نعلم أنه استهدفت الموصل بضمن مشروع تدميري واسع، وهذا المشروع كان يعني يشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية، وبالتالي كان من أحد أهدافه الرئيسية السعي لزيارة زرع حالة الإحباط واليأس لدى نفوس أهالي المدينة وتطويعهم ضمن مخطط، وهذا المخطط معروف مخطط توسعي يستهدف حياتهم ووجودهم ومستقبلهم، ومدعوم دعم واضح من أدوات وكلاء النظام الإيراني، وهذا واضح من خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي رأيناها وكيفية وجود المشهد السياسي في المحافظة. ولكن يقضى الموجود لدى أبناء المدينة والوعي الذي تتمتع به هذه المدينة من خلال الوعي والشعور الوطني والالتزام الديني ومن خلال الحالة من النسيج الاجتماعي المتماسك، أصبح أن هذا المشروع واضحا بأدواته وأهدافه وملامحه. وبدا اهالي المدينه تحديدا مدينه الموصل ومحافظه جميعا يعلمون حقيقه ما يدور حولهم وطبيعه الصراعات الحزبيه والفئويه والمصالح الماديه للكتل السياسيه، وبالتالي هناك اهداف ايضا التواجد الميليشياوي المسلح في محافظه نينوى. كل هذه الادوات هي تسعى الى ابقاء حاله الفساد السياسي والاقتصادي والعمل على الهيمنه المسيطره على جميع هذه الاموال ان وجدت لعمليه اعاده بناء المدينة ورفع حالات التهديم والتحطيم التي طالتها. ولكن كل هذه الأكاذيب ذهبت أدراج الرياح بسبب أن حكومات بغداد أصبحت غير جادة في عملية الإعمار، وبالتالي تركها للمدينة ومغادرتها عند بدء العمليات العسكرية. فماذا حصل؟ حصل الدمار الشامل لحياة أهالي المدينة وحياة أبنائهم ومناطق سكنهم وحقولهم ومزارعهم كذلك، ولا ننسى ايضا المتاجر والاسواق، وبالتالي ادى الى استشهاد الكثير من ابناء المدينه والمحافظه، بحيث نحن نعلم في البدايه كان هناك اكثر من 40,000 الى 45,000 جثه تحت الانقاض، ولا زالت هناك 10,000 وحده سكنيه لم تبنى و23 هنا يعني يدفعنا ذلك الى التساؤل. استاذ اياد ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى، اتحول بسؤال للاستاذ حسين. يعني نتساءل عن يعني الحكومة متجاهلة لما يجري في الموصل للدمار والخراب، لم تقم بإعادة الإعمار ولا حتى بأي خطوات ابتدائية أو أولية لذلك، لكن هنا المجتمع الدولي يظهر من التجاهل ما تظهره الحكومة أيضا تجاه هذه المدينة. لماذا هذا التجاهل من قبل المجتمع الدولي؟ لأنه ببساطة جدا المجتمع الدولي هو كان شريك في دمار مدينة الموصل وشريك في هذا الاحتلال، فبالتالي من دمر المدينة لا يمكن أن يكون هو من يساهم في بنائها. أنا يعني نتكلم عن المجتمع الدولي، نتكلم عن قرارات دولية، نتكلم عن مساهمة التحالف في دمار المدينة. هل المجتمع الدولي يسمح باستخدام الصواريخ والطائرات ضد مجامع إرهابية في أي مدينة من مدن الدول الأوروبية والولايات المتحدة فقط وغيرها؟ في العراق، فقط في العراق وفقط في مناطق محددة داخل العراق. هذا السبب أنه من دمر المدينة لا يمكن أن يكون هو سيعيد بنائها، لن ينصفك من ظلمك، هو نفسه الذي ظلمك لن ينصفك. المجتمع الدولي اليوم اللي يسمح بدمار المستشفيات اللي هي جريمة ضد الإنسانية وسكت عنها، هو لن يكون عامل مساعد في بناء إعادة بناء المدينة. طبعا لديه عدة مبررات، ولكن أبسط مبررات أنه الفساد اللي موجود في الحكومة. هو عندما احتل العراق لم ينظر إلى أي رأي آخر بما فيها الأمم المتحدة،
لكن ألا يستطيع أن يعيد بناء ويفرض من خلال قرارات دولية إعادة بناء المدينة بإسراف الأمم المتحدة؟ يستطيع، لكن لن يتجاهل هذا الأمر، لأنه هو جزء من هذا المنظومة التي أرادت أن تدمر هذه المدينة. هو يدرك داعش لا يمكن استخدام أسلحة ثقيلة ضده، هو يدرك هذه المدينة لن تنصاع. احنا ذكر الدكتور اياد العناس كلمة مرت هكذا سريعا، التخادم الأمريكي الإيراني. لهذا سبب علينا أن ندرك أنه لا خلاف استراتيجي ما بين أمريكا وإيران، بل تخادم على الساحة العراقية، على احتلال العراق. فما ترفضه إيران سترفضه أمريكا، والعكس أيضا صحيح. لهذا السبب لن ننتظر من الولايات المتحدة وغيرها أن تعيد بناء مدينة الموصل، لأن هي جزء من هذا الدمار الذي أصابها، وهي تغض الطرف عن من جاءت بهم لحكم العراق. هل ستدينهم؟ لا يمكن أن تدينهم يا سيدي. كل الفساد اللي موجود في العراق اليوم، كل الظلم اللي موجود في العراق، كل هاي الميليشيات وحل المؤسسات الأمنية، ما هو كان موقف المجتمع الدولي؟ التأييد والدعم. لهذا السبب أنه هي لن تحاسب هؤلاء ولن تعيد بنائها. ومن طبيعة أي دولة محتلة علينا أن ندرك شيء مهم جدا، لا يسمح بإعادة بناء الدولة. هذا نهج الدول المستعمرة، الدول المحتلة لا تسمح بإعادة بناء الدولة، فتأتي بمن يحمل مفهوم اللا دولة. من يحمل مفهوم اللا دولة؟ فاسدين، لصوص، سراق، استبدال المؤسسة الأمنية بميليشياوية، استبدال المؤسسات الحكومة بمكاتب اقتصادية وسراق وإلى آخره، غياب الرقابة، غياب المؤسساتية. هذا لن يسمحوا بها، لأن إذا سمحوا بها معناه يعيدون بناء الدولة العراقية، وإذا عاد بناء الدولة العراقية ستحاسب هؤلاء سواء من خلال منظمات دولية أم تقف على قدميها وتحاسب هؤلاء. فهم لن يسمحوا بإعادة بناء الدولة العراقية، فسمحوا وأعطوا المجال لهؤلاء الشرذمة لكي يحصل ما يحصل. أستاذ زياد السنجري، يعني لماذا يعني لا نقول أن هناك لا توجد إرادة دولية لإعمار مدينة الموصل، ولكن مثل ما تفضل ضيفاي الكريمان أستاذ حسين وكذلك الأستاذ زياد العناز، يعني لماذا المجتمع الدولي مشارك في تدمير الموصل، وما هي أهدافه من تدمير الموصل؟ تحدثتم عن أن الإنسان العراقي هو المستهدف، وتحدثتم أيضا عن الأسباب الجيوسياسية، ولكن للموصل أيضا لها ميزتها ولها خصوصيتها بالنسبة للعراق. كما هو معلوم أن هناك قواعد أمريكية موجودة في الموصل، يعني أثمة يعني إرادة دولية تحمل أسبابا خفية لا نعلمها بإبقاء المدينة على هذا الحال وهذا الخراب والدمار؟ نعم سيدي الفاضل، وخير دليل على ذلك هو وجود هذه القواعد التي ذكرتها في مدينة الموصل وبعض المحافظات الأخرى وفي العاصمة طبعا بغداد، السفارة الأمريكية والمطار إلى آخره. فلنأخذ الإحصائيات الأخيرة التي استهدفت المطارات والسفارات التي تم استهدافها من قبل المسلحين أو الميليشيات، ستجد ومقارنة مع داعش، ستجد بأن الميليشيات الولائية استهدفت المطار والسفارة الأمريكية والقواعد في حمية الموصل في القصور الرئاسية وبعض القواعد الأخرى، بينما لم يتم استهدافها من قبل تنظيم داعش. وربما شاهدنا بالأمس حرق عجلات أمريكية، رتل أمريكي في محافظة السماوة. اليوم تسأل القوات الأمريكية لماذا أنتم موجودون، يقولون لحرب داعش، لمحاربة تنظيم داعش، بينما المدمر في العراق الذي يحرق، الذي يقصف، الذي يطرد رؤوس الأموال والاستثمار والإعمار في العراق هم الميليشيات والمكاتب الاقتصادية في مدينة الموصل وفي كل المحافظات العراقية. اليوم الأمريكان يغضون الطرف وبطريقة أخرى عن الميليشيات وما تقوم به تجاه العراق، لأنها تعتبر أهداف حيوية للأمريكان الذين يريدون أن يعيش العراق بهذا المستوى وبهذا الفقر وبهذا الفساد وبهذا تردي الخدمات، لأن العراق لا يريدونه قوي باعتبار أن العراق هو مركز مهم جدا في الشرق الأوسط، وقوة العراق تأتي من مدينة الموصل. في 1991
سقطت الكثير من المحافظات بيد الغوغاء والمجرمين التابعين لإيران، ولكن عندما لم تسقط الموصل ولم تسقط العاصمة بغداد ساعد العراق تلك المحافظات وطرد الغوغاء المخربين الذين أحرقوا المستشفيات والمدارس والجامعات. إذا المدينة الموصل مدينة مهمة جدا على مر التاريخ، حتى من بداية تحرير القدس عندما بدأت أول ما نودي لتحرير القدس هو في جامع النوري الكبير، وتحديدا تحت منارة الحدباء عندما نودي لتحرير مدينة القدس، وهب الناس للتطوع من هناك، وثم بدأت الحملات إلى أن تم تحرير القدس. نادر شاه عصت أسوار مدينة موسى على نادر شاه الذي قصف المدينة بالمدافع ولم يستطع الدخول عليها. هنا عقد تاريخية، هناك مصالح استراتيجية، هناك الكثير من الأمور التي تودي إلى بقاء الأمر على ما هو عليه في مدينة الموصل. ابقى معي أستاذ زياد السنجري لو سمحت. أتحول بالسؤال للأستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير. أستاذ إياد، يعني المشروع الأمريكي في العراق مشروع موجود على الأرض الآن، ماذا تمثل الموصل بالنسبة للمشروع الأمريكي؟ يعني لا تختلف رؤية الاحتلال الامريكي للموصل عن باقي محافظات العراق. هنا اقصد ان يعتبر الموصل هنا للاحتلال معها قصص كثيره. يعني احد الاسباب التي استهدفت فيها الموصل من قبل الاحتلال الامريكي وكذلك ضربات الموجعه التي قصف بها المدينه وانتقم من اهلها بحجه مواجهه الارهاب. يعني نحن لو باحصائيه بسيطه هناك 4000 طلعة جوية للتحالف الدولي خلال فترة 9 أشهر على مدينة الموصل، وهناك 700 طلعة جوية للطيران البريطاني و600 طلعة للطيران الفرنسي. إذا نظرنا إلى هذه الحمم التي وقعت وإلى هذه الأطنان من القنابل، على ماذا كانت تستهدف؟ كلها كانت تستهدف الإرهاب وتواجد الإرهاب. نعم الإرهاب فعل فعلته في المدينة، ولكن هذا الحقد الذي صب جاء من غضبه الاحتلال الامريكي وقوات التحالفات. جميع المناطق التي ضربت وجميع المناطق التي استهدفت كانت هي مكان لمواجهه الاحتلال الامريكي من قبل ابطال المقاومه العراقيه بعد الاحتلال الامريكي. والمناطق معروفه في ساحه بغداد، وانظر الى شارع بغداد ماذا فعلت فيه الطائرات الامريكيه، وانظر الى منطقه الموصل الجديده ماذا فعلت، وانظر الى الساحل الايسر في منطقه الجامعه وفي المناطق القريبه من 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 الساحل الايمن، وتحديدا في المناطق الشعبيه وكذلك في المناطق التي احتوت على خلايا المقاومه، كيف استطاعت ان توجه ضرباتها الى هذه المناطق تحديدا انتقام، لان هذه ما تذكرها بالخسائر الكبيره التي وقعت على جنودهم جنود الاحتلال واستهداف الياتهم وسياراتهم. هنا اذا المدينه وبالتالي هي تعلم الولايات المتحده الامريكيه كما قلنا ان المشروع الامريكي والمشروع الايراني لا يختلفان، بل هو واحد يكمل الاخر، وحتى الايرانيون وادواتهم ووكلائهم اللي شاركوا في هذه العمليات نقول انه مستهدف المدينه، لانه قيادات الجيش العراقي التي ساهمت في ردع العدوان الامريكي العدوان الايراني على العراق في 8 سنوات، وجميع قيادات معظم قيادات القيادات الفرق وجميع قيادات الاركان كانت من ابناء المدينه كما هي مدن العراق. نحن نقول هكذا، الجميع قاتل العدو الايراني، ولكن كانت هناك قيادات في الجيش العراقي بطبيعه انتماء هذه المدينة إلى المؤسسة العسكرية، وذلك كان أحد الأسباب التي تفضلت بها. هنا أريد يعني أعرج إلى موضوع يسمى به موضوع الاحتفال. أنا أفهم ما خالف، أنا مع أن تحتفل الشعوب، بس عندما تحتفل الشعوب بمناسبات ماذا؟ إذا كان مناسبة ذكرى إذا ماذا تستحضر؟ كل الشعوب عندما تحتفل وعندما تستحضر مناسبات تستحضر إمكانيات ومشاريع تنموية وإنجازات حضارية وخدمات واسعة قدمت خلال الفترة التي سبقت عملية الاحتفال أو المناسبة. ماذا حصل في هذه المناسبة؟ هل حصل هذا في محافظة نينوى؟ هل محافظة نينوى وتحديدا من الموصل نقف أمام ماذا؟ نقف أمام حالة من إيه؟ من عدم الرقي وعدم الارتقاء لحقيقة المعاناة التي كابدها أهالي المدينة، سعيهم للعمل على بدء بعودة الحياة لا نجد، وإعمارها لم نجد، والتخفيف عن معاناتهم. لا زال هناك أكثر من 450 ألف مواطن لاجئ وساكن في معسكرات اللاجئين، لم يتم التعويض، لم يتم البناء،
لا لم تتم إعادة كما تفضل الإخوان الأعزاء الأستاذ السنجري والأستاذ السبعاوي في موضوع إعمار المدينة بالبنية التحتية. لم نرى إعادة البناء المستشفيات، لم نرى غير إعادة تأهيل جسرين بسيطين، والجسور الأخرى لا زالت لحدها محطمة. 309 مدرسة لحدها لم يعد بنائها، أكثر من 67 مركز صحي، 76 مركز صحي أيضا لم يعد بنائها. كنا نتكلم عن بنية تحتية لا زالت بعد 3 سنوات، وعن أي احتفال نتكلم وعن أي مناسبة نتحدث؟ ولا زال لحد أبناء الموصل الكرام وأبناء المحافظة يكابدون ويعانون. إذا مدينة حكومة بغداد فقط هي المسؤولة، وجميع وزاراتها ومؤسساتها الخدمية عاجزة عن تقديم العون لأهالي المدينة، ولم تسمو ولم ترتقي لهذه المعاني الكبيرة التي عاناها أبناء المدينة، ولم يشعفوها أيضا العمل بالقليل من الجهد الميداني لإعادة حياة المدينة. لذلك نرى لحد الآن ملايين الأبطال لا زالت موجودة في المدينة القديمة وهي الساحل الأيسر، لم ترفع ولم تزال. إذا على ماذا نتحدث إذا لم تكن هناك رؤية حقيقية وملامح لبناء وتنمية اجتماعية وعودة إلى بناء الإنسان؟ إذا هناك مشروع كما قلت، وهذا مشروع موجه إبقاء المدينة كما هي، وهذا ضمن المشاريع التي يستهدفها الاحتلال الأمريكي، وكذلك يستهدفها النظام الإيراني وضمن مشروع توسعي معلوم، لمعروف أن هذه هي مدينة الحضارة، مدينة الأنبياء والصالحين، هي مدينة العلم والمعرفة، مدينة الشعراء والأدباء والقادة والمفكرين، وهذه المعاني الكبيرة والقيم السامية والروح الأبية. من يعلمها؟ الكثير من النقاط المهمة. إذا لم ينتبه حقيقة إلى الشعب العراقي ولأبناء المدينة فلا يعلم عنها شيء. نعم أستاذ إياد، كثير من النقاط المهمة طرحها أستاذ إياد العناز عن احتفال الحكومة أو احتفالها على أطلال الموصل، على خرائب الموصل، يعني الإنجازات التي حققتها الحكومة فيما يخص الموصل، تحرير المدينة، الاحتفال كل سنة بهذا التحرير، ولكن الموصل عبارة عن خراب وعبارة عن دمار، وأكثر ما دمر في المدينة هو الإنسان، الإنسان أهالي الموصل، الإنسان العراقي الذي يسكن مدينة الموصل، هذه المدينة الحضارية. يعني ما هو مشروع الحكومة بعد طرد داعش من مدينة الموصل؟ يعني هل سيبقى مشروعها مقتصرا فقط على الاحتفال على الخرائب وعلى الأطلال؟ لا، شوف، هو الاحتفال لفئة فقط من المجتمع اللي مرتبطة بالحكومة. اليوم عندما الجثث ما زالت لحد هذه اللحظة تحت الأنقاض، فيعني هذا عمل، احنا نتكلم على الإنسان الحي يا أخي، حتى الميت لم يكرم أن يدفن لحد هذه اللحظة جثث تحت الأنقاض، على ماذا يحتفل الإنسان؟ هناك أمراض وأوبئة وأمراض، بس على الأقل الإنسان عندما يموت إكرام الميت دفنه. إذا الإنسان تحت الأنقاض لحد هذه اللحظة من 3 سنوات لم يدفن، فهذه نقطة يعني تخلينا نقف أنه إلى أي مدى مهان هذا الإنسان، هو حيا وهو ميت. شوف يا سيدي، أي احتلال يسيطر على مدينة يعتمد على نتائج، على وسائل هي شاذة ولكن يفرضها على المجتمع في الموصل وفي غير الموصل، لكن تحديدا في الموصل، تسليط الأقليات على الأغلبية، هو هذا نهج احتلال، ومن يؤيد هذا النهج هو جزء من منظومة الاحتلال. لحظة، اقرأ تاريخ الاحتلال من عام 1916، احنا نتكلم عن التاريخ المعاصر يعني الحديث بعد الحرب العالمية الأولى ولا الآن. كل احتلال يركز على الأقليات، يدعمها ويسلطها على الأغلبية، لأنه يعرف أنه غالبية الشعوب رافضة للاحتلال. هذا ليس طعنا بشخص ما أو بأمة أو بأي فئة كانت، ولكن هذا نهج اليوم في الموصل، هو تسليط الأقليات على الأغلبية. واحد. اثنين، مدينة الموصل تعيش اليوم حالة يعني تشريح، تشرح المدينة من حيث يعلم الناس أو لا يعلمون، هذا غرب الموصل، هذا جنوبها، هاي المنطقة الفلانيين، هاي منطقة، هذا لا يمكن. مدينة الموصل بحدودها الإدارية معلومة، وبسكانها وبثقافتها وفئاتها المجتمعية كلها معلومة. لهذا السبب عملية التشريح هي قائمة. ولماذا التشريح؟ لماذا تسيطر هذه الأغلبية؟ لكي يمرر مشروع الاحتلال. سؤال، ما هو مشروع الاحتلال في مدينة الموصل؟ عندما ندرك أن لإيران أطماع في سوريا وفي لبنان وتريد أن تتمدد بريا، فندرك أن هناك هدف يستهدف مدينة الموصل، سواء في غرب مدينة الموصل في الطرق البرية أم في داخل مركز المدينة.
لأن المدينة العراق به ثلاث مدن أساسية والبقية هي جزء هي تابعة، الموصل وبغداد والبصرة. طيب. سابقا عندما تكلم عن العراق تكلم عن المدن الثلاث، عندما تدمر مدينة الموصل ندرك المشروع الإيراني في مدينة في العراق أين، ويمر في مدينة الموصل ليلتقي في سوريا ليدعم حزب الله ثم يتمدد إلى مناطق أخرى في البحر المتوسط. هذا هو مشروع الاحتلال. فكيف علي فكيف أنا أستغرب أنه واحد يقول لي ما هو المشروع، أي بناء وأي احتفال؟ طيب. وأي يعني طيب. مصيبة حلت على. اسمح لي أستاذ حسين أن ننتقل بالسؤال أستاذ زيادة سنجري. أستاذ زيادة، يعني الإتاوات التي تفرض على أهالي الموصل، الأهالي المواطنين الشركات التجار يعني، وحددت يعني حتى أن مسؤولين صرحوا بذلك هي ما بين 6 إلى 10% يأخذون نسبا من أهالي الموصل عبر المكاتب الاقتصادية أو ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية للميليشيات في الموصل. طبعا بالحديث عن موضوع المشروع الأمريكي وكذلك التخادم الأمريكي الإيراني، هذا يدفعنا إلى موضوع الضغوط الاقتصادية على إيران والابتزاز الاقتصادي واستنزاف الموصل اقتصاديا. أثمة علاقة بموضوع استنزاف الموصل اقتصاديا بمحاولة تعويض أو التنفيس عن بعض العقوبات على إيران اقتصاديا؟ نعم أخي الفاضل، هناك مثال آخر ومهم وحيوي وسأطرحه للمرة الأولى. هل تعلم بأن هناك مطبع لتزوير العملة في مدينة الموصل، الدولار الأمريكي، مطبعة إيرانية؟ هناك مطابع أخرى أيضا في بغداد ومحافظة جنوبية أخرى، ولكن تم يعني جلب مطبعة لتزوير العملة وهي تقريبا طبق الأصل يعني بجودة عالية، ويتم استبدال كل 10,000 دولار بحوالي 4,000 دولار. هذه العملة تذهب إلى إيران، إيران اليوم مخترقة اقتصادياً بدون شك، لكن العقود والأتاوات التي تفرض اليوم ليست عبطية أو عشوائية، اليوم نتحدث عن مكاتب اقتصادية، عن أشخاص موجودين يفرضون العقد الفلاني النسبة الفلانية وبوضع النهار وأمام الجميع. لماذا؟ لأن كل درجة رئيس قسم فما فوق حتى مدير دائرة مسؤول مهما كان ضابط أمر فوج مهما كان هذا الشخص عليه أن يدفع لتلك الميليشيات وتلك الأحزاب التي عينته. يعني اليوم الحلبوسي حصته حزب تقدم، حصته صندوق رئيس صندوق عمارة الموصل، حصته بالتحديد مدير مكتب تقدم تم تعيينه وهو مدير تربية الآن في مدينة الموصل. الميليشيات حصتها وزارة الصحة، بعض الميليشيات الدكتور فلاح تابع لجهة معينة وذكرنا ذلك ومدعوم من مهدي الكربلائي ونشرنا صوره. إذن الفساد المستشري ممنهج ومقسم بطريقة ما بين تلك الأحزاب مثل النجباء وأعصاب أهل الحق وكل الميليشيات الموجودة الآن في مدينة الموصل لها حصص وجهات أمنية لديها حصص في مدينة الموصل، وكل ذلك مقسم ويدار في بغداد. اليوم تريد أن تكون مدير عام تذهب إلى بغداد، مهما كان عليك ملفات فساد مهما عليك عقوبات إدارية لا يهم، المهم تدفع المقسوم في بغداد وترجع لتقوم بإرسال مبالغ شهرية مقطوعة إلى بغداد إلى تلك الأحزاب والجهات المتنفذة ليتم إبقائك في المنصب، وفي حال تقصيرك وعدم دفع المبلغ المتفق عليه شهريا يتم استبعادك وتظهر كل الملفات القديمة التي عليك، مثل ما حدث في عدد من دوائر الدولة في مدينة الموصل. إذن الكل مشارك بطريقة بأخرى، ولدينا 34 في مدينة الموصل لا يستطيعون التكلم بهذا الموضوع، يمكن واحد أو اثنين فقط والبقية تابعين لأحزاب ولا يستطيعون التحدث عن فساد أحزابهم التابعين لها. وال 34 نائب يعني لدينا أكثر من 30 نائب تابعين لأحزاب من خارج مدينة الموصل. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ إياد العناس. أستاذ إياد، يعني إذا لم تقم الحكومة بإعادة مدينة الموصل، إذا لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات في سبيل يعني رفع معاناة أهالي الموصل، في سبيل إعادة النازحين الذين هم
بمئات الآلاف، أكثر من ربما مليون ونصف المليون نازح، يعني ما هو مصير المدينة؟ يعني نحن نعلم أنه هناك مقومات أساسية واجتماعية، المدينة تشعر بذلك، وكما قلت أنه المشروع أصبح واضحا أمام هذه المدينة، وبالتالي هذه المدينة الآن يتكاتفون فيما بينهم. يعني نرى أنه كثير من الإعمار الذي شاب المدينة من خلال أسواقها أو شوارعها أو حتى مدارسها كانت بأيدي الشبابية ومن خلال الدعم شعبي وجماهيري ومن خلال عوائل ومن خلال تجار وأصحاب رؤوس أموال، ساهموا في عملية إعادة كثير من البنى التحتية لهذه المدينة. لكن هذا هل يكفي؟ هل يكفي أن يقوم هذه المدينة بتوجيه الدعم والتبرعات للبناء؟ لكن كما قلت المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة ويتحمل مسؤولية قانونية وجزائية أيضا تجاه ما قام به. لحد الآن من الممكن أن نحن نطالب المجتمع الدولي ونطالب المنظمات الدولية بالنظر بصورة صحيحة إلى عملية انتهاك لحرية الإنسان ولحقوق الإنسان في المدينة كما هي في مدن العراق، وتحديدا في المدن الخمسة التي طالتها العمليات العسكرية خلال الثلاث سنوات الماضية. لا زال عملية التغييب القسري، لا زال عملية المغيبين. يعني إذا سمحت لي في نقطة توضيح، يعني إذا كان هناك حديث ربما قبل أسبوع تحدث رئيس الحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن أن ما جرى للموصل هو لم يأتي صدفة وإنما كان بسبب سياسات حكومات ما بعد الاحتلال، تحديدا سياسة حكومة المالكي، هناك سياسات أدت بالتالي للذي جرى في الموصل ودخول هذه الجماعات الإرهابية إلى المدينة. يعني هذه السياسات لا تزال، ألا تراها أنها لا تزال مستمرة من خلال جعل الموصل تئن تحت وطأة الخراب والدمار والجثث التي لم ترفع والأوبئة والأمراض؟ نعم أنا معك، لا زال مشروع مستمر وإن اختلفت الأدوات أو اختلفت بعض الصور أو بعض التشكيلات، لا زالت هناك التعامل كيف يكون مع أبناء المدينة؟ المواطن كيف يعود الثقة بها؟ عندما لا يرى اهتمام، عندما لا يرى بناء، كما تفضلت البنية التحتية لا زالت كما هي، لا إعمار في المنشآت الصحية، لا إعمار في المنشآت التربوية، لا إعادة إلى الحياة الطبيعية، لا إعادة إلى السكان، وحتى ولا زالت الأسباب قائمة نفسها التي لا زالت قائمة قبل الأحداث وقبل بدأ العمليات العسكرية وقبل دخول الإرهاب إلى الموصل. ولكن هنا أقول بالتحديد أنه لا زالت هذه الحكومات لم تتقي إلى هذه المستوى، لا زال هناك عملية إصرار على إبقاء. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك قرار وطني مستقل، لا يوجد قرار، لا زالت القرارات السياسية التي تتخذ والمشاريع السياسية التي تنفذ في محافظة لا زالت تحت الأدوات والوكلاء التابعين إلى النظام الإيراني. لا زال المشروع الذي ينفذ في العراق هو مشروعا إيرانيا كاملا. يعني نحن نتكلم عن استهداف المشروع الإيراني لمدن ولأقضية ولنواحي تحديدا مسمياتها موجودة ومنها مدينة الموصل. وبالتالي كما قلت، لكن المجتمع الدولي لماذا، لمن نحمل المجتمع يحمل المحتل الأمريكي الذي يرى ويصمت ويساهم بحفاظه على مصالحه كما قلت، وفي بداية حديثي على سياسة التخاذل بينه وبين النظام. نعم أستاذ إياد. أستاذ حسين شكرا لك. أستاذ إياد اسمح لي أنتقل بالسؤال للأستاذ حسين السبعاوي، ما هو مستقبل أصحاب البيوت المهدمة؟ هناك مئات الآلاف ربما من البيوت التي دمرت بالحرب على الموصل، يعني إذا كانت الحكومة لا تريد أو ليس هناك أي بادرة لعمليات إعمار وإعادة بناء للمدينة، ما هو مصير هؤلاء؟ ما هو مصير الأهالي المساكين؟ يعني شوف، هي أولا هذه المدن خصوصا في الجانب الأيمن في أغلبها من الطبقة الفقيرة التي دمرت وسحقت هذه المدينة، خصوصا هي بناء قديم، يعني مجرد سقوط صاروخ واحد يدمر فرع كامل تقريبا. لهذا السبب هذه البيوت تقريبا ما يقارب أكثر من 10,000 بيت دمرت. مستقبل هذه اليوم احنا لا يصير أنه الفرد يتحمل مسؤولية نفسه ومستقبله في داخل الدولة. اليوم أنت تبني مدينة لابد أن تبني بنى تحتية حتى تبدأ على أثرها، تبدأ ببناء البيوت والمساكن وإلى آخره. أنت لا يكون تبني مسكن وأنت لا يوجد لا جسر ولا مستشفى ولا مدرسة ولا بلدية ولا كل شيء. لاحظ أن هناك عملية تسير بطريقة متوازية، إهمال البنى التحتية من قبل الحكومة يقابلها وين يقابلها، أيضا تجاهل من قبل السكان في بناء بيوتهم، ورغم أنهم ناس فقراء ولم يحصلوا لا على تعويض ولا على كل شيء، ومؤتمر الكويت شاهد على أنه لم يصل إلى هؤلاء الناس شيئا.
أما ما هو مستقبلهم أو ما هو تفكير أعتقد مشروع الحكومة تجاه هؤلاء؟ أنا أعتقد المكاتب الاقتصادية اللي موجودة الآن وبعض سماسرة من خارج المدينة يريدون أن هذا الوضع يبقى يستمر لسنوات حتى يساوموا أصحاب هذه البيوت لشراء هذه الأرض. هذه الأرض داخل مدينة الموصل، يعني هي في مركز المدينة تعتبر، يعني أبعد منطقة في الجانب الأيمن عن مركز المدينة تساوي كيلومترين أو ثلاثة. هاي يسموها منطقة الموصل القديمة، هذه منطقة جدا ثمينة وجدا غالية. مساومة هؤلاء ومن ثم شرائها بثمن بخس وإعادة بنائها للمستثمرين سواء كانوا من الشرق أم من الغرب أم من سماسرتهم داخل المدينة، هذا أعتقد واحد من المشاريع. هذا واحد. ثانيا تدمير الشخصية الموصلية، يعني أنت عندما تبقى نازح عادة النزح يحتمل هو حالة استثنائية تحتمل أسبوع شهر شهرين ثلاثة ست شهور، ما ممكن أن تبقى مدى الحياة نازح، لهذا سوف تدمر هذه الشخصية ونفسية، لأن هؤلاء الناس متعلقين جدا بهذه المناطق. حتى الصور في مدينة الموصل مثلا في منطقة باب جديد من الصعب ينتقل إلى مسافة 500 متر أو كيلو متر إلى منطقة أخرى راس الجادة أو منطقة أخرى كما في الموصل، يعتبر هذه هي ملاذ وهذه جنة وهذه دنيا كلها، فكيف به أن يعيش في منطقة صحراوية في خيمة أو في مدينة أخرى؟ هذا تدمير لهذه هذه الشخصية وهذه النفسية، بحيث ينتج لنا إنسان لا يحب وطنه. هذه الظروف أدت بالتالي إلى استهداف هوية أهل الموصل، يعني كما هو معلوم أن هناك هوية ثقافية، الهوية الموصلية هوية ثقافية إضافة للتغيير الديمغرافي. اليوم أنت إذا ما تقدر تغير ديمغرافيا وتغير الناس من هذا الدين إلى هذا الدين ومن هذا المذهب إلى، تعمل على تغيير الهوية. تغيير الهوية وتدمير الشخصية الموصلية بحد ذاته هدف من الناحية الاجتماعية، من الناحية الدينية هو التغيير الهوية والتغيير الديمغرافي اللي دا يحصل، من الناحية الاقتصادية هو فتح المكاتب الاقتصادية للسيطرة على مقدرات المدينة واستثمار هذه الأراضي من ثم رفع الأنقاض. وإلا أنا أول مرة أرى مدينة منذ ثلاث سنوات مدمرة الأنقاض لن ترفع عنها. يا أخي لماذا ترفع الأنقاض؟ على الأقل هذه الأنقاض التي دمرت ارفعوها. نحن قرأنا عن الحرب العالمية في الأولى والثانية، دمرت مدن بكاملها بعد سنوات عدت بنائها. أكثر مدينة دمرت هي مدينة ستالينغراد وعدد بنائها، وآخر دوري لكأس العالم كان موجود بها. طيب الموصل يعني ما الذي جرى عليه حتى لا تستطيع رفع الأنقاض؟ ما الذي جرى على هذه الشخصية الموصل لا تقبلون حتى بدفن هؤلاء؟ إذن هناك عملية تشارك شاركت فيها الكل. نحن لا نتحدث، ما نتكلم عن المجتمع الدولي، نحن نتكلم عن المجتمع الدولي، ولكن هو أيضا واحد من الأسباب. وعندما يرفض طلبنا ويرفض يعني مطالب الشعب الموصلي وأهل المدينة، هو أيضا لكي يطلع الشعب العراقي على أنه هذا المجتمع هو أيضا مدان. نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي، ونشكر ضيوفنا الكرام أيضا الأستاذ زياد السنجري الكاتب والصحفي العراقي، كنت معنا من فيينا عبر سكايب. أستاذ زياد شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، حياكم الله. نشكرك أيضا شكرا جزيلا أستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ إياد شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.